إذا للوقوف عند استمرار معاناة أهالي الموصل بعد 4 سنوات من انتهاء العمليات العسكرية، في ضوء التقرير الذي أصدرته صحيفة نوفا الأوبسرفاتور الفرنسية، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني 4 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في الموصل، المدينة لا تزال تعاني الإهمال وهجرة أهلها لها رغم رغبتهم في العودة إلى ديارهم. بداية، كيف ترى أوضاع الموصل وما آلت إليه الأوضاع بعد سنوات من انتهاء العمليات العسكرية؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أنا أعتقد الموصل ما زالت تعتبر من المدن المنكوبة مع تجاهل وإهمال من قبل الحكومة المركزية والمحلية، وبالتالي أهالي الموصل يعيشون حالة نكبة. حتى المدن التي دمرت في الحرب العالمية الثانية مثل ستالينغراد وباريس وبرلين لم تدمر كما دمرت الموصل، مع العلم أنه هذه المدن قد أعيد بنائها. اليوم الموصل منذ 6 سنوات لم تلتفت إليها الحكومة المركزية لإعادة بنائها. أنا أعتقد السبب الرئيسي، هناك سببين: الأول السبب الطائفي، لأن الموصل معلومة من لأي مكون تنتمي والحكومة المركزية لأي مكون تنتمي، وثانيا الفساد. هذا السبب الرئيسي الذي حرم الموصل، حرم أهالي الموصل من التعويضات ومن إعادة بناء مدنهم. أنا أعتقد حتى القوات التي دمرت الموصل كانت الهدف منها هو تدمير هذه المدينة وليس تحريرها من عصابات داعش، لأنه أصل عصابات داعش قد أدخلت إلى المدينة والجيش سلم المدينة لعصابات داعش ولم ينسحب انسحابا عسكريا كما هو معلوم بالعرف العسكري القتال التراجعي، بدليل أنه ترك أسلحته لهذه العصابات الإرهابية. لو كان انسحاب منظم على الأقل ما كان تركوا أسلحتهم لهم. فكانت هي عملية استهداف للموصل من 2014، بل هي من 2003، لكن قضية التدمير بدأت من 2014 وانتهت إلى ما انتهت إليه الآن. أستاذ حسين، بحسب الصحيفة الفرنسية نوفا الأوبسرفاتور، فإن الموصل كما ذكرت تواجه تحديات كبرى بسبب الدمار الكبير، لكن إلى أي مدى ترى أن الجهود الحكومية ترقى لتلك التحديات التي تتحدث عنها هذه الصحيفة الفرنسية؟ يعني الجهود الحكومية سيد العزيز لم ترقى إلى أي مستوى، هي استهدفت المدينة استهدافا مباشرا. واليوم منذ 6 سنوات لا يمكن لمدينة، لا يمكن إعادة إعمارها ولا يمكن تعويض سكانها. يا سيدي، الأنقاض لم يرفعوها من لو كانوا يريدون إعادة بناء على الأقل كان رفع الأنقاض. هم الجثث التي تحت الأنقاض لم يقوموا بدفنها. هذا العمل الإجرامي الذي استهدف مدينة الموصل كان يجب أن يتوقف من الحكومة المركزية، وعلى الأقل يجب أن يكون هناك دور دولي للضغط على الحكومة المركزية لإعادة بناء مدينة الموصل. لا يمكن مدينة منذ 6 سنوات وأغلب أحيائها مدورة. ما السبب في ذلك؟ ما السبب في أنه يعني هو الفساد، إعادة إعمار المدينة لا يزال متعثرا، وأيضا هناك جثث تحت الأنقاض بعد كل هذه السنين، ما السبب في ذلك أستاذ حسين؟ سيدي، السبب في إدارة الدولة على أسس طائفية، والسبب الثاني هو الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة من الوزارة إلى بواب الوزارة. هذا هو السببين الرئيسيين الذي حرم مدينة الموصل من عدم إعادة بنائها. وهذه كيف تعالج إذا كانت الحكومة تعاني من الفساد والبرلمان يعاني من الفساد؟ إذا هل الشعب هذا البسيط يستطيع أن يعالج مشاكل الحكومة والبرلمان؟ ما ممكن. زين، كيف نعالج موضوع الطائفية والدولة أسست بعد 2003 على أسس طائفية محاصصة حزبية؟ كيف تعالج هذه المشكلة؟ استهدفت المدينة نتيجة هذا السببين الرئيسيين، وأعتقد لا توجد نية حتى للحكومة التي سوف تشكل قريبا غدا جلسة مجلس النواب، لم تضع ضمن جدول أعمالها وخططها إعادة البناء المدن المدمرة، لا من قبل ممثلي المكون السني ولا من قبل الحكومة المركزية. إذا ما تحدثنا بلغة المستفيد، يعني طبعا الحديث عن التغيير الديموغرافي لا يتوقف في عدد من المدن والمحافظات العراقية، لكن الموصل كانت المثال الأكثر ظهورا في ذلك. لماذا تصر الحكومة على تفريغ المدينة من سكانها، ولصالح من المستفيد أستاذ حسين؟ يعني بداية، المستفيد الأول العامل الخارجي هي إيران. نعم.
اليوم الموصل أمام مشروع خطير جدا، يراد تقسيم المدينة إلى عدة محافظات، يراد عزل تل أحفر والأقضية القريبة منها لتشكيل مدينة، وهناك هيمنة من قبل التركمان الشيعة على هذا القضاء، سهل نينوى يراد عزله من خلال اليوم تشكيل ميليشيات وقوات مسلحة لهذه المناطق ولا تسمح بدخولها للمدينة. أنت إذ ما تفرغ المدينة من سكانها الداخل وتقطع الريف مالها، تفصل الريف عنها، ستكون مدينة يعني تعاني من مشاكل اقتصادية وتعاني من عدة مشاكل. لا يمكن لمدينة اليوم أنت تأخذ الريف مالها وتقطعه وتكون منها محافظة، ولا يمكن أنه تهجر أهالي المدينة. طبعا أهالي المدينة كيف يعيشون داخل المدينة وهي مدينة مدمرة وجثث ما زالت تحت الأنقاض؟ والله لولا أهالي الموصل حبهم بمدينتهم لما كان بقي على سكان المدينة 1% من سكانها. أستاذ حسين، هل للميليشيات دور في عدم إعمار مدينة الموصل تحت مصطلح التغيير الديموغرافي؟ سيد، الميليشيات هي تدير الدولة وليس الموصل. الميليشيات، هل يوجد قوات مسلحة لديها مكاتب اقتصادية؟ لا يوجد بالعالم أنه قوات مسلحة لديها مكاتب اقتصادية مبنية على المال السحت والنهب. دينار حلال ماكو، لم تحصل هذه المكاتب الاقتصادية سوى على السلب والنهب وتهريب أموال المدينة، سواء المواد الخام أو مواد السكراب وما إلى ذلك. اليوم لا يوجد عقد لعقد بناء أو لأي شركة للمكاتب الاقتصادية 10% علنا. الأمر لا يستطيع إنكره لا محافظ ولا عضو مجلس محافظة ولا أي مسؤول. 10% هذا مجرد أن تأخذوا المكاتب الاقتصادية اللي يقولون جينا حررناكم. أكو قوات مسلحة تمتلك مكاتب اقتصادية معشعشة داخل المدن وتفرض أداوات على التجار وعلى وعلى ميسوري الحال. ما جرى على مدينة الموصل، يعني لم يجرى عبر التاريخ على أي مدينة كما يجري الآن على مدينة الموصل. مدينة مخنوقة محصورة حصرا، وقدم الضحايا آلاف على يد داعش ومن ثم على يد الميليشيات. لحد الآن المسؤولين الحكوميين لا يتكلمون عن ضحايا داعش، لا يتكلم، بل يتهمون المدينة بأنهم دواعش. عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.